اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا. صدق من لم يزل جليلا. صدق من اتخذناه وكيلا. صدق من حسبنا به كفيلا. صدق الهادي إليه سبيلا. ومن أصدق من الله حديثا. لا إله إلا الله المتفرد بتطريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى. كبت عدونا وبسطت رزقنا وجمعت فرقتنا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والفرقان. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سبحان الله العزيز الوهاب الكريم التواب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه متاب. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا
ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويدلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقأ وارتق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الذلل وزدنا به من النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وأظهرت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا لكتابك من العاملين اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إلى صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا
الدنيا خير منازلنا. اللهم أعنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير وأكل الديدان. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة. اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، ويمن كتابنا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النيران، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، وأنقنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن تردنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوز ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا شابا إلا هديته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته ذرية صالحة، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا نادما إلا سامحته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا حقا إلا أعليته، ولا محروما إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرض لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا وسيدنا، اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وعافية وأمن وسلام، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة وداء ومرض وفيروس كورونا، فاصرف عنا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك أن تتقبلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذه الليلة المباركة من المقبولين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء وعدلا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحبه وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق قادة المسلمين
اللهم وفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق علماء الإسلام لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين. اللهم ارزقهم السير على منهج الوسط والاعتدال. اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم وأسرهم ودينهم ومجتمعاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلادنا وأمننا واستقرارنا من كيد الكائدين وشر الأشرار وشر توارق الليل والنهار وكيد الفجار ومن شر توارق الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لنا إخوة في العقيدة مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين. اللهم اجعل هذا دعاءنا مباركا على من قرأ وسمعه وحضره وأمن عليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا في هذه الحياة لما تحب وترضى وأن تختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا غائبين، اللهم لا تردنا غائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. اللهم أعد رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وسلام وسعة رزق يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا عن فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا عن فراق شهرنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر يوم من رمضان بعتق رقاب من النيران، فاكتبنا من عتقائك من النار، فاكتبنا من عتقائك من النار، فاكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا وسيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا
لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشفي مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف عمي وعمتي وسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وتوبة نصوحا، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. يا سامع كل صوت، هون علينا سكرات الموت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والمنة. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة بعتق رقاب من النار، فاكتبنا من عتقائك من النار، فاكتبنا من عتقائك من النار. اللهم وفق لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، ويكتب له عظيم الأجر، وينهى عنه كل ذنب ووزر. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم أنجل المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجل المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجل المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ شباب المسلمين، ونساءنا ونساء المسلمين، وأولادنا وأولاد المسلمين، وفتياتنا وفتيات المسلمين. اللهم حببهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلهم من الراشدين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير خزائنه بيدك، نسألك من خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر خزائنه بيدك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم عافنا قبل ذلك، اللهم عافنا في أبداننا، والنور في أبصارنا، واليقين في قلوبنا، والبركة في أرزاقنا. اللهم اكشف عنا الرجز فإنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا الرجز فإنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا الرجز فإنا مؤمنون. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم ارفع البلاء، اللهم ارفع البلاء، اللهم ارفع البلاء والوباء والربا والزنا
والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وعذابك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك ورضوانا يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة بعتق اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من عتق وغفران وعفو وامتنان وخلود في الجنان ونجاة من النيران فاجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم مد الظل علينا اللهم مد ظلها علينا. اللهم طول عمر أمنا مع صحة وعافية وأمن وإيمان وسلام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأبي وعمي وعمتي وخالي وخالتي يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق المبين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.